الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة، برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بكم في موزايك. من الدهشة المستمرة لا زال ينبض خلف الأبواب المغلقة لبيوت الجنوب. لا زالت الجدران تردد صدى الأصوات القديمة. جلسات القهوة قبل غروب الشمس. وضحكات الصغار التي لا تهدأ إلا عندما تحكي الجدات الحواديت. روائح الطعام تصعد في الفناء السماوي بين خفقات أجنحة الحمام. لا زالت بقايا الألوان على الجدران تحكي قصصا كثيرة. ولا زالت النوافذ تحتضن نسمات النيل المحملة بتسابيح طيور الصباح. بيوت الجنوب هي القلب الذي ينبض بالتاريخ وينطق بتفاصيل كثيرة لعادات وتقاليد عتيقة تحاول أن تبقى على قيد الحياة. تواصل الأجيال واستدعاء الموروث الثقافي في الصعيد مهمة ليست بالسهلة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه حاليا. التراث في الصعيد غني جدا ومتفرد ومتعدد الجذور. هندخل هذا العالم، عالم التراث في الصعيد، مع الأستاذ محمود الشنقرابي الفنان التشكيلي والباحث في التراث. برحب بحضرتك أستاذ محمود. أهلا وسهلا محمود. زي ما قلنا كده التراث في الصعيد غني جدا، ويعني بمجرد ما نبدأ نسمع بعض التفاصيل عنه بنمتلئ بالدهشة. لو بدأنا ندخل هذا العالم، ويمكن يعني في حاجات كتيرة منه بدأت تنقرض حاليا، لكن نحاول نتلمس كده ما بتبقى من هذا التراث من خلال لقائنا مع حضرتك. لو تحب تبدأ هذا العالم وتقول لنا ايه سر التمسك الناس في الصعيد بعاداتهم وتقاليدهم. التراث في الصعيد هو من أغنى التراث الموجود بالنسبة لمصر، وبالنسبة للصعيد الأغنى هو جنوب أسوان لتنوع الثقافات والقوميات الموجودة في أسوان. ففي كان تراث يعني فيه من بينقرض وفيه من اللي يجرب إن هو ينقرض. فطبعا في الكتاب بتاعي اللي أنا على وشك الإصدار اللي هو مدونات محمود الشنقرابي، حبيت ان انا ادون فيه التراث قبل ما ينقرض، او اللي هو انا متذكره وانقرض في الوقت الحالي. فبدأت بالابداع المعماري في الجنوب، وهو ده خاص بجنوب مصر اسوان والنوبة. يمكن التراث المعماري هو الحاجة الوحيدة اللي بتكون ملموسة على أرض الواقع. يعني لو اتكلمنا على تراث ثقافي مثلا بتبقى حاجات غير ملموسة، لكن التراث المعماري دي حاجات بنشوفها فعلا موجودة. إيه اللي تبقى من هذا التراث اللي موجود في الصعيد وخاصة في النوبة وموجود حاليا وممكن إن احنا نلمسه بإيدينا؟ التراث المعماري هو أهم تراث، لأنه هو مرتبط ارتباط وثيق بحياة الإنسان
يعني الإنسان ما يقدرش يعيش بدون مكان يسكن فيه، وبالذات في الجنوب عشان الجو عندنا احنا حار شديد الحرارة، فلازم يكون المبنى مناسب ومؤقلم لحرارة الجو الموجودة في أسوان. كان ايه تاني غير الحرارة ممكن حاجات تتحكم مثلا في التراث المعماري؟ يمكن برضو البيئة وإمكانيات البيئة والمواد اللي موجودة حوالينا سواء حجارة أو طمي النيل أو الحاجات دي، كان ليها مدلول أو تأثير على التراث المعماري الموجود في أسوان؟ أكيد طبعا، هو أي مكان بيستخدم الأشياء اللي موجودة تخص البيئة بتاعته، يعني مثلا هنا في أسوان عشان درجة الحرارة العالية بيستخدموا الطوب اللبن، لكن بيأسس بالحجر اللي هو الحجر الأسواني عشان خاطر طبعا زمان كان بيكون فيه فيضان للنيل، فالنيل ممكن يأكل الفيضان، ممكن يأكل أساسات البيوت يوقعها، فبيأسس البيت بالحجر الأول، بعد كده يبدأ بالطمية اللي هي محيطة به اللي موجودة في بيته بيبني بيها. كانت المساحات متهيألي ليها دور كبير، يعني المساحات تكون مفتوحة هنا في أسوان، ويمكن الجانب الغربي للنيل أو كده بيبقى المساحات مفتوحة والرملة كتيرة، وموجود مثلا بيكون مساحة زي حوش في البيت أو حاجة مفتوحة للسماء، الحاجات دي برضو ليها تأثير ومش بنلاقيها غير موجودة غير في التراث المعماري في أسوان. ها طبعا من المؤكد، والبيوت عندنا هنا واسعة ولها نمط وطريقة بناء تختلف عن أي مكان تاني. يبدأ البيت بالجدار الخارجي، الجدار الخارجي بيكون سماكته ما تقلش عن من ما يعني في بيت بيكون سماكة الجدار متر في 75، أقل حاجة في 50. الأركان بتاعت البيت اللي هي الركن بتاع الزوايا بيبقى لي حاجة اسمها اللي هو الكتف، كتف البيت ده بيبقى واخد شكل مجور في الأجناب ومنحني، وبيبقى سماكته أزيد من سماكة الحيطة، بيبقى ليه دورين، دور إن هو بيبقى ماسك الجدران وسندها، الجدر الشيء الثاني إن دائما القرون بتاعت أي شيء ممكن من العوامل بتاعت الحركة والعوامل الخارجية يتاكل قرن الحيطة، فعشان كده بيتعمل منحني واخد كيف. دي حاجة. والحاجة الثانية بين كل 3 أمتار في الحيطة في حاجة اسمها الفص. الفص ده بيبقى عبارة عن طوبة بارزة في الحيطة، فبتبقى عاملة زي عمود تسند الحيطة. بعد كده يبقى تبدأ بقى بوابة البيت. البوابة دي بتبقى عبارة عن بوابة كبيرة من الخشب، معمولة من خشب شديد الصلابة زي مثلا خشب الأكل، وفي البعض بيستخدم خشب نخيل الدوم للبوابة. البوابة دي بتبقى ليها حاجة اسمها الضبة، والضبة دي ليها مفتاح من خشب الأكل كمان، وليها حاجة اسمها اللهم صل على النبي السقاطة. السقاطة دي عاملة بالضبط لو تبص في العربية زي المسجر اللي يقفل الباب، والمسجر بتاع العربية هو اتاخد من السقاطة بتاعت الضبة. ولما بيكون البيت ليه تاني دور وفي شخص جاي متأخر من برا، السقاطة دي بيبقى رابطينها بالبارة وموجودة في السطح اللي هو بتاع الدور الثاني، فهيجي يقول له شد السقاطة، روح شد السقاطة عشان يفتح له الباب وهو يقدر يحرك الأكرة بتاعت الباب. بعد البوابة دي بيبقى في حاجة اسمها الحاصل الخارجي، الخوخة الخارجية. الخوخة دي بتبقى ممكن يكون فيها كذا بيت ولا بيتين ولا 3، وكل بيت ليه باب لوحده، يعني مجموعة بيوت متداخلة مع بعض. مجموعة بيوت متداخلة بيبقى قالت ليهم عن طريق الورث أو حاجة زي كده، فحصل التقسيم
فعملوا خوخة بينهم وبين بعض على أساس في صلة قرابة شوية، كانت تسمى البوابة كمان. البوابة هي الباب ومدخل الباب، دي البوابة. الجزء الداخلي ده اسمه الخوخة، بتتقسم إلى بيوت. كل بيت من دول بيبقى تقسيماته كالآتي: أول حاجة بيبقى فيه دخلة البيت اللي هي بتبقى عبارة عن حاصل بس مكفول، وبعد الحاصل ده بيبقى فيه حجرة للضيوف، جاله ضيف عايز يبيت حد عنده. يطلق عليها اسم المنظرة؟ المنظرة ممكن المنظرة، عشان الأساس إن هي في الأساس اسمها حجرة الضيوف. بعد حجرة الضيوف بيبقى الحجرات بتاعت البيت نفسه. حجرات البيت بتبقى مكونة من حجرات للنوم، وكل حجرة من دول حجرتين بيبقى ليهم حاصل بيربطهم ببعض. الحاصل ده بيبقى عبارة عن ثلاث حيطان، حيطة الرابعة مفتوحة على حوش البيت، ومن داخل الحاصل ده بيبقى مثلا في أوضة على اليمين وأوضة على الشمال، وبيربط بينهم مناور على أساس إن الهواء يخش من حوش البيت على الحاصل فيبرد ويروح داخل على الأوض، فيعمل تمرير هواء زي التكييف من الشرعات اللي هي مفتوحة أعلى الحيطان في الأوض. الأرضية بتاعت الحاصل والأوض بتبقى معمولة بحاجة اسمها الضفرة حسب مستوى الإنسان المادي. بيبقى فيه ضفرة من الطوب المحروق، وبيبقى فيه ضفرة من الحجر الصلب اللي هو شبيه بالجرانيت في الأرضية. يعني البلاط بدل ما هو بلاط يبقى حاجة من الطوب كده وتبقى متعشقة مع بعض. لأنه ما كانش فيه بلاط زمان، فكان الضفرة برضو حسب مستوى الشخص. الحوش لو مستوى الشخص مادي مرتفع بيعملوا بالضفرة، لو حالته المادية يعني عادية ومن الناس الفقراء بيبقى أرض تراب وبتدك بالمية المرشوشة. بيبقى فيه مطبخ، والمطبخ بيبقى عادة قريب من حاجة اسمها حجرة الكراج. حجرة الكراج دي بتبقى تحت السلم، يعني السلم اللي هو طالع على الدور الثاني بيستخدموا الفراغ اللي تحت منه لحجرة الكراج اللي هي بيحفظوا فيها المخزن، يحفظوا فيها الثوم والبصل والحبوب حاجة زي كذا.
لو نتكلم بقى على تزيين البيت في النوبة أو في أسوان، يمكن النوبة من المجتمعات اللي هي بتهتم جدا بالزينة وبالتزيين وبالألوان، وبإن هي كل بيت يبقى مميز عن البيت اللي جنبه. اهتمامهم بهذه النقطة كان إزاي؟ الزينة بتاعت البيوت والرسومات اللي هي خاصة بالجنوب وخاصة أسوان والنوبة عبارة عن وحدات من المثلث والدائرة والمربع وورد النيل والعروسة والبطة اللي هي بتبقى أصلا من الطيور بتاعت النيل اللي هي بتعوم في النيل، في نوع من الطيور بتبقى، وبرضو ورد النيل، وبيبقى النخيل من وحدات الزينة، بالإضافة على الزينة اللي هي ممكن تبقى يعني خاصة بالمناسبات زي مناسبة الحج مثلا بيعملوا لها زينتها الخاصة. واللي بيقوم بالرسومات والحاجة الغريبة يعني شوية النساء هم اللي بيقوموا بتبييض البيت بالطفل الأسواني، وهم اللي بيقوموا بالرسومات اللي هي بتشوفيها انت، والرسومات بتاعت الجنوب رسومات زاهية، ما يعني الأحمر أحمر والصريحة بيسموها في الفن التشكيلي الألوان الوحشية. هذا الجنوب بزخرفته. حضرتك يمكن ألقيت الضوء على موضوع الحج، وده من الحاجات اللي كانت ليها موروث ثقافي عتيق جدا وقوي جدا ومميز جدا. موضوع الحج دي كان مناسبة كبيرة جدا في هذا الوقت، وكانت اللي بيروح الحج ده كان بيقام ليه احتفالات كبيرة ممدودة على مدى طويل من الزمن لغاية ما يروح ولغاية ما يجي، وكانت مصاحبة ببعض الطقوس اللي بتكون طقوس مختلفة. لو نلقي الضوء على مناسبة الحج وإزاي كنا بنحتفل بيها زمان. الحج من المناسبات الهامة الدينية الهامة، ولها طقوس خاصة في الصعيد وبالذات في الجنوب، فطبعا بيبقى ليها أغاني خاصة بالحج بتتقال ساعة ما مثلا الحاج رايح يحج، أو ساعة ما بيكون جاي من راجع، فبيبقى مثلا طالما ظهر على الحاج ان هو نوى وابتدت النصيب ويطلع في القرعه، بتتجمع النساء والاحباب وبيبقى في نوع من التواجد اللي هو بيصاحبه اكل وشرب وزينه للبيت وكلام زي كده، فبيبقى النساء ليهم اغاني خاصه ساعه ما يكون الحاج مثلا حي، فبيقول له وعبور السفر وعبور السفر لا أحن جلوعك سيد المرسلين يكتب رجوعك، قايم من النوم يبكي دموعه بليلة عاشق المصطفى ومعاه الدليلة، قايم من النوم يبكي مشرك هدومه عاشق المصطفى محدش يلومه، قايم من النوم يبكي مشرك عزاله عاشق أبو إبراهيم ما حد لامه، قايم من النوم يبكي مشرك خلقه عاشق المصطفى حتى العيش حاربه، طريق الحجاز جنينة لنشوها زينوها الملوك لفاطمة وأبوها، طريق الحجاز جنينة وجنة زينوها الملوك لمن صام وصلى، يا نجوم السما وكوني حناين ما تبخوش ندى تبلوا العمايم، يا نجوم السما وكونوا درويش ما تبخوش ندى تبلوا الطرابيش. دي اغاني الزهام الذهاب للحج، تسمى اغاني التحنين، يعني اللي هي ان الانسان بيبقى عنده حنين كده للحج، وبيبقى ايه يعني بيعملوا حنين لكل الناس اللي موجوده وبتتمنى تفوز بهذه الزهاب. طبعا اكيد هو الحنين بيبقى زي ما تقولي يعني، حتى الحج بيبقى في عنده دموعه دايما فايضه وبيدمع طول الفتره اللي هو
بيجهزوا له فيها وهيسافر فيها وكلام زي كده. بتقام لهم الاحتفالات وتيجي المطربين والمطربات او الناس اللي هي بتقول الكلام الجميل ده، ويقعد في وسط الناس كده ويحكي ويقول ان هو هيحصل كذا وهيحصل كذا بالاغاني الشعبيه. بيبقى في نوع من الزمر البلدي والطبل البلدي بالاضافه الى طبل النساء في داخل البيت. وزمان كان السفر بالجمال، لكن هو طبعا الفتره اللي انا يعني متكلم فيها عن الكتاب، طبعا الجمال كانت في فتره الاربعينات وما قبله والثلاثينات، لكن بعد كده اصبح في سفر بالبواخر وسفر بالطياره والدنيا تطورت يعني. بعد الحاج ما كان يرجع من الرحلة دي كان لازم تقام له برضو الاحتفالات ويتكتب له حاجة، الحجة اللي تتكتب على صدر البيت بحيث ان هو تعلن وتثبت في التاريخ ان فلان الفلاني قام برحلة الحج وقضى الركن الخامس من الإسلام. طبعا في عودة الحج برضو بيبقى في مثلا الناس بتحترف الرسم وتحترف الخط، فبيكتبوا له على اول حاجة بيجايروا البيت، وبعد ما يجيروا البيت يجيبوا الرسام اللي هو بيرسم. كنت بمارس انا الرسومات دي اللي هي على بيوت الحجاج، وكان معايا ابن عمتي كان خطاط، كان هو يكتب بالخط وانا ارسم، فنرسموا له بقى حسب ما هو سافر بالباخره بنرسموا له البواخر، بالطياره بنرسموا له الطياره، وبنرسم الكعبه وحواليها الناس وهي في حالة الطواف. لكن برضو رغم كده كنا لازم نرسم الجمل، لأن الجمل أصلا رمز مرتبط بالحج. يمكن الفترة دي برضو كان ليها موروث ثقافي خاص بيها في كل المناسبات، ايه المناسبات اللي حضرتك حاسس ان هي كانت مناسبة خاصة مثلا وكانت الناس بتهتم بيها سواء في اي مجال من المجالات؟ كانوا بيهتموا بالمناسبات الدينية مثلا، زي مناسبة الحج، زي مناسبة رمضان، زي مناسبة عاشوراء. رمضان مثلا لو نتكلم على رمضان وكانت ازاي استقباله وكانت ازاي بتقضى ليه؟ رمضان طبعا يعني من الشهور الكريمة، والناس بتستقبل باستقبال بنوع من البشر والمحبة. وكان زمان في حاجة اسمها الفوانيس اللي هي دلوقتي حاليا يعني اختفت ظهور الأولاد بالفوانيس، إن هو يمر على البيوت ويقولوا حاله يا حاله، رمضان كريم يا حاله، ادونا العادة، ويذكروا اسم الابن اللي هو موجود واقف قدام بابه. فطبعا بتبقى دي سعادة كبيرة بالنسبة لأصحاب البيت. وزمان كان من الحاجات اللي هي الناس يعني تستعار ما انها تبيعها اللبن والتمر. لا يمكن حد كان زمان يبيع اللبن ولا التمر. اللبن هدايا، اللبن ده الناس بتدير بعض هدايا. فلما كانوا يمروا الاولاد وبالفوانيس يروحوا قوم يدوهم البلح وال بيدوا لهم البلح. وبيبقى في فول سوداني وفشار. فدلوقتي حاليا انقرض الكلام ده، ما فيش حد يمر، ولو حد مر ما فيش حد حيديله، مش بخل من الناس لكن احتياج. تغير التطور التكنولوجي حاليا وتأثيره الفظيع على التراث اللي في الجنوب عامة وفي مصر كلها، يعني حضرتك شايف ازاي التطور ده وازاي فعلا بياكل كل التراث بتاعنا، يعني اللي باقي منه يا دوب حاجات بسيطة جدا. والله هو التراث بيتاكل للأسف الشديد، يعني عدم معرفة وتقصير وإهمال. ولذلك أنا حرصت على أني أنا أجمع التراث بتاع أسوان، وأنا مش بجمع من النهاردة، ده الفكرة بتاعتي جاتني في يناير سنة 74 لما كان توفى والدي. وبعد الوفاة بكم يوم وساعة ما تلمت الجنازة ورجعنا للبيت، ولقيت الحريم بتعمل حاجة اسمها العدودة، هم قاعدين بيعملوا حاجة اسمها العدودة، فلفت نظري إن أنا أسجل العدودة. لكن للظروف اللي كنت أنا مارر بها
ما قدرتش اسجل الكلام ده في الوقت الحالي فسبته. وبعد كده ابتدى اشتغلت، دخلت للتجنيد، بعد التجنيد بيجي فيه البحث عن الوظيفة وهكذا لحد ما جاء في سنة 80 وابتدت ظهرت حالة وفاة تاني في المحيط بتاعي، فسمعت العدودة تاني فأثارت فيا القديم، فقررت إن أنا أبتدي أدون التراث بتاع أسوان، ودونته كل ما يتراءى لي شيء أروح مسجله بدون ترتيب عشان خاطر إيه، لو رتبت هيبقى صعب إن أنا يعني أوفي شيء وأكمله للآخر. لكن ابتديت كل ما يتراءى لي أسجله في الثمانينات. العدودة دي كانت حاجة يعني مشهورة جدا في التراث، ويمكن كان كل ميت ليه عدودة خاصة بيه، يعني لو زوج غير أب غير ابن غير بنت، كل واحد فيهم ليه حاجة كده بتتقال منفردة بيه أو خاصة بيه. طبعا يعني الشاب ليه عدودة، المرأة الشابة ليها عدودة، المرأة اللي ماتت في الحمل ليها عدودة، الرجل الكبير ليه عدودة، اللي مات في مكان غريب ليه عدودة، وهكذا يعني. يعني الحاجات دي بتحفظ وبتقال، يعني بيبقى فيه ترديد ما بين النساء، يعني حد ويكلم وحد يرد عليه، بحيث ان هو بتثير شجون كل اللي موجودين ويبقى حاجة كده خاصة بكل من. النساء دول لعلمك هم اللي حافظين تراث الشعبي، وعلى وجه الخصوص النساء كبيرات السن هم اللي بيقودوا الأغاني، أنا بسميها الأغاني الحزينة اللي هي العدودة، بالإضافة على أن أنا سجلت منهم برضو بعض الأغاني الكثيرة اللي هي خاصة بالألعاب، ألعاب الأطفال، ولأن البنات في ألعابهم بيستخدموا اللعب بالأغنية غير الولاد، وكذلك الطفل الصغير كان زمان الطفل الصغير ليه أغاني اللي هي أغاني المهد يغنوا له، فكل الحاجات دي كانت موجودة عند النساء مش موجودة عند الراجل. أشكرك جدا أستاذ محمود، ونتمنى إن شاء الله حضرتك تواصل تدوينك للتراث حتى لا ينقرض إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يقدر. كده اللوحات رسمت، نشكركم مشاهدينا ونلقاكم في حلقة جديدة من موزايك.